مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم وسعيدة باش نفتحوا الدردشة في موضوع جديد برفقتكم، وفي نفس الوقت كنتسائل على مدى الوعي ديالنا بهذه المصيبة اللي احنا عايشينها واللي دامت معنا لشهور. أكيد أنه الكثير منا تعب والكثير منا فقد يعني القدرة على أنه مازال يساير هذا الفيروس هذا. كاين نفحات ديال الأمل بطبيعة الحال، وأكيد أنه الأسابيع المقبلة غادي تفاجئنا مفاجآت زوينة، خاصة وأنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعني ترأس واحد الاجتماع اللي تم فيه تدارس كيفية انطلاق حملة تلقيح ضد كوفيد 19. هذا دليل على أنه بداية الانفراج واضحة، ولكن في وسط هذا الأمل الكبير راه مازال كاين إشكال كبير. الإشكال الكبير اللي كاين هو أنه مازال خاص نلتزمه، ومازال خاص يكون وعينا وعي كبير، لأن التلقيح غيجي عبر مراحل، وهذا الشيء ماشي معناه أنه المعركة ديالنا سالات مع كوفيد، مازال معركة طويلة. المشكل الكبير في مجتمعنا اليوم هو انعدام الوعي عند البعض منا. كاين ناس اللي متشبتة بأنها تكون مؤذية لنفسها، وللأسف فضل تشبتها بهذه المسألة هذه كتأدي حتى ناس أخرين. لهذا الغرض هذا كنصدف معايا اليوم ضيوف اللي غنفتحوا معاهم النقاش حول هذا الموضوع، التبعيات النفسية والاجتماعية والقانونية لهذه الظروف اللي تنعيشوها. واش الصورة تنحملوها فقط حنا كمغاربة، أم أن الصورة كتعكس عبر العالم؟ لهذا الغرض بطبيعة الحال كنصدف معايا ضيوفي الكرام، وكنصدف معايا الأستاذ سعيد الناوي محامي بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقد. مرحبا بك أستاذ سعيد. شكرا لسكينة. سعيدة جدا باش تكون معايا في البرنامج. وانا كذلك على الراديو، ولكن الحمد لله اليوم فرحانة باش تقبلك صوت وصورة متعطشة انني نتناقش انا وياك سعيد. مرحبا مرحبا. الله يطول عمرك. ايضا حاضرة معنا ومشرفانا الكوتش اسماء بن قدور، كوتش معتمدة في التطوير الذاتي. مساء الخير لالا اسماء، مشرفانا ومنورانا. سكينة، حتى انا تشرفت بالحضور ديالي معاكم، وشكرا على الدعوة في هذا البرنامج هذا. مرحبا بك. ومعنا ايضا الكوتش مريم منديلي، وهي كوتش معتمده في التطوير الذاتي والبرمجه العصبيه. مرحبا بلاله مريم، وتوحشناك تكوني معنا. ربي يخليك، حتى انا توحشتكم بزاف بزاف بزاف، وكنشكركم على هذا البرنامج القيم اللي كتنوروا به المواطن المغربي، ولا سواء خارج المغرب او داخل المغرب. كنشكركم على الاستضافه مره ثانيه، واني معكم. شكرا. الله يخليك. بدايه بعدا كنبغي نهنئك على لا دوزيام فاز دو في، مبروك عليك التقاعد. وان شاء الله مرحله جديده بنفس جديد بشكل جديد بحياه جديده، لان متاكده بانك انت متبته بها. فبصحتك لالا مريم، ما حسدناك. دابا عاد السفر والراحه وافكار جديده ومشاريع جديده. ان شاء الله بعد ما يجيكم في 19. اي ان شاء الله، ربي يخليك، الله يرفع علينا غير هذا الوباء ان شاء الله، ونتلاقى ونكونوا مشاريع اخرى ان شاء الله. واخا خديت لا غوتريت، انا ماشي من النوع اللي تيجلس في الدار وصافي ونرتاح، وخاصني جو دغان الانرجي ديالي، الطاقه ديالي تناخذها من كاع المشاريع ومع الناس ومع اسم دونك بدايه مرحله جديده. سيسا مرحله جديده ان شاء الله، ربي يخليك. لالا مريم، انا غادي نبدا من عندك. طبيعه الحال كنعرفوا بلي التطور ديال كوفيد 19 جر معاه بزاف ديال الاشكالات اجتماعيه ونفسيه واقتصاديه وقانونيه، ومجموعه من الابعاد اللي تخلقات الازمه هذه. عشنا واحد الازمه اللي طولات من شهر 3 الى يومنا هذا. طبيعه الحال كاينه صور اللي تعكست في المغرب، وكاينه صور اللي شفناها في العالم، خاصه من بعد قرار الكونفينمون اللي خرجت به مجموعه من الدول. اكيد انه مجموعه الشعوب اللي ما تقبلاتوش، الا خدينا نموذج اسبانيا، ايطاليا، فرنسا، غنقولوا بانه نسبيا حيت تم واحد التدرج في اتخاذ القرار، حيت انا لحد الان بالنسبه للناس شهر كوميم غيكون واحد القدره على انهم يعني يتاقلموا مع الموقف، ولكن كيبقى صعوبه في تقبل انه خاصنا نراعي وخاصنا نديروا بزاف ديال الحوايج تفاديا لما هو افضع. فشنو واقع اليوم في كندا، وكيفاش كتشوف التطور ديال كوفيد على المستوى النفسي بطبيعه الحال؟ في الاول كنا كنقولوا من البدايه، كنقولوا بان راه سي باساجي، ما غاديش هادشي طوال، غدا غادي يكون احسن، زعما
كانت مواكبات بزاف سواء من الدولة ولا من الأخصائيين ولا من الأمن ولا من الأخصائيين الأطباء كيديروا يوميا محاضرات يوميا هذا كيعطوا أخبار تطورات في هذا المجال. ولكن الإنسان بطبعه ملي تيكون واحد تنكونوا في واحد نمط العيش اللي كنا فيه قبل ودغاستيك مشينا لواحد انوتر نمط مجبرين عليه ماشي اختياري دونك تيكون صعيب. هو اي تغير في الحياه الا هو تيكون فيه صعوبات كيكون واحد فيه دي زيتاب مثلا نتبدلوش من نمط لنمط بواحد السهوله لان كيكون عندنا بحال واحد الحداد واحد لو دوي فقدنا شي حاجه قبل وخصنا ندخلوا نمط عيش اخر. وحنا الدماغ ديالنا ملي تنكونوا في واحد الزاويه ديال لو كونفور كيف كنقولوا مريحه دونك صعيب علينا باش نتبدلوا فاسيلمون. دونك سايتي في الاول في الشهور الاولى كنا نحفزوا الناس خدموا على روسكم تعرفوا على وليداتكم بزاف ديال لي زيتاب اللي درناهم ولكن à un moment donné, la mukawama, la résistance. لان الناس دخلوا في واحد لا انت اش غادي سالي عياو ما بقاوش يشوفوا عائلاتهم. واخا هنا في كندا سورتو الكنديين ماشي من الشعوب اللي بحالنا حنا اللي خصنا نتلاقاو مع عائلاتنا وعندنا هادو من القيم ديالنا نضيفوا الناس ولا الكرم ولا تلاقي مع شي حد تعنقيه هادو من بحال من العلامات ديال الحب والاحترام والتقدير ديال الانسان الاخر. هادشي عشنا به وكنعيشوا به من قرون. ميم الكنديين واخا ماشي ما عندهمش هذيك القضيه ديال لو كونتاكت فيزيك فاسيل ما يقدر يشوف ولده على شهوره ولا على عام ويجي يوقف يقول لي سالو بحالك زعما بسميتو ولو هكاك تا هما عياو ولاو كل مناسبه اللي كيتجمعوا فيها ولاو تيطيحوا في واحد الاحباط واحد القلق واحد الخوف سورتو دابا حنا على وشوك نوال هما سي واحد المناسبه اللي عندهم مهمه بزاف هي اللي كيتلاقاو فيها العائلات هي اللي كيتلاقاو فيها سميتو الاحباب ديالهم داكشي وتيتسائلوا من دابا ايزونتيسيب هذيك سميتو دونك كون تي اونتيسيبو كتمشي لواحد المستقبل ما عارفش فيه والو سي دو لانكونو دونك الناس زعما ضربات نفسيا ولو الشعب واعي ولو كاين الدعم المادي ولو الله يحسن العوان كل واحد وعنده القدره كيفاش يتحمل سواء القدره النفسيه ولا العقليه ولا الجسديه كل واحد سي دي فوا سي دو كا باركا والخطاب او الخطاب اللي كيتعطى من الاول هو خطاب فيه الحذر لانه وي طارئ زعما حنا في واحد اون ايتا دورجونس غير ما خصكش دير هذه ما خصكش تلاقاه خاصك الكمامه خاصك هذه دونك بحال عندنا غير tu dois faire quelque chose tu dois faire telle affaire خاصك دير هذه كلشي اوامر يعني الناس استقدت المتنفس ما كاينش متنفس اللي غادي يخلي الانسان يتسولاجا واحد شويه ما كاينش المتنفس والناس ضاقت بها لان تيقول لك سي اسي وقتاش هادشي غادي اسميتو ولينا تنقولوا الله يحسن العوان ولينا كنتوجهوا بلوس للكوتي الديني الروحاني يا ربي زعما الدعوات مع الناس وداكشي لان فو با ما عندناش لو كونترول على ليكستيريور ما عندناش لو كونترول على هاد لو بروبليم اكسترن على الطريقه على الجائحه ما عندناش عليها لو كونترول. انا غادي نرجع عندك لاله مريم لا سمحتي لي غنتقل عند لاله اسماء. لاله اسماء الملاحظ بانه الى رجعنا لمجتمعنا المغربي كاين واحد انا غنقول غنسميه واحد النوع من الاستهتار من عدم تحمل المسؤوليه من ضيق النفس ايضا لا بغينا نعطيوها تعبير ولكن كنشوفوها معكوسه في الشارع. يعني صعيب
اليوم تفرض على المغاربه كلهم انهم يديروا البافيت، يعني كتلقى الناس اللي خايفين دايرين البافيت، ولكن واحد العدد كاينه بعض الصور اللي شي شويه كتبدا تقول واش هاد الناس فعلا كتفكر بهذه الطريقه. يعني كاين اللي تيقول لك لا كوفيد ما غايجيش، ما كيجيش الناس اللي ما عندهمش، كيجي غير الناس اللي في مستوى معين اجتماعي مثلا. واش انا غنبقى مقابل غير الكمام، انا خاصني نمشي ناخذ رزقي اليومي. هذه واحد الفئه ربما اللي كتفكر بهذه الطريقه. كنلقاو في اخرى الا مشينا لبعض المصالح، انا نعطي مثال شخصيا، صبحت مصلحة معينة، يعني كتاخذ الرقم ديالك خاصك تقبض الصف، حلفوا الناس ما يلتزموا بالصف واحد من مورا واحد، يعني خاصك تدبز مع بنادم على الاقل باش غير يحترم ديك مترو ديال لا ديستانس بينك وبينو. علاش حنا واش نفسيا ضد راسنا غير حيت بغينا نكونوا ضد راسنا، ولا غلباتنا الشائعات حيت كاين بعض الناس اللي كلما كاينش كوفيد حتى شفنا الناس اللي دايرين بينا وشفنا احبابنا وشفنا الناس اللي تضروا من الناس اللي كنعرفوهم، اولا حنا جاتنا اعراض معينه ومشينا درنا لي تيست وحنا خايفين وعشنا ديك الرهبه، عادي كتقول واو راه كاينه شي حاجه. فين كاين الخلل بالنسبه ليك على الجانب او على المستوى الشخصي والذاتي؟ شكرا سكينة. دونك باش نتطرقوا لهذا الموضوع ديال كيف ما سميتي انت الاستهتار، اولا نقدر نسميوه التراخي، حيت الا بدينا من الاول ديال الجائحه، من الاول ديال واحد الوضعيه اللي هي جديده اللي هي مجهوله اللي ما عمرنا عشناها، كان شي شويه ديال الخوف وكان الهلع عند المغاربه، لان الانسان بطبعه قدم اي وضعيه اللي هي جديده واللي نقدروا نسميوها بين قوسين وضعيه خطيره، كيتولدوا عنده واحد المجموعه من ردود الافعال اللي هي سلبيه، واحد الاحاسيس ومشاعر اللي هي سلبيه، التوتر والقلق، شنو غادي يكون من هنا للقدام. وكيف ما قالت مدام مريم، خصوصا ان الوضع طول، كنا كنقولوا راه دابا واحد 3 شهور، كل مره شهر الشهر اللي موراه الوضع طول. فبالتالي شنو وقع عند الناس؟ غادي نبداو من الاول. من الاول كان فرض ديال الحجر الصحي، غنقولوا واحد الفئه كان مفروض عليها الحجر الصحي، يعني غير مفروض عليها ان تقيدات الحريه ديالها، انها تعزل، انها تحبسوا الانشطه في المغرب كامل، يعني ما عندهمش كيفاش يديروا. وكاين واحد الفئه اللي هي الغالبه انها كانت فعلا خايفه، كان عندهم التوتر والقلق، كيخافوا من انهم يتصابوا بالفيروس. شنو واحد العامل اللي هو مهم، العامل النفسي، اللي هو كل واحد فينا كيفاش كيقيم المستوى ديال الخطر. وكاينين واحد العوامل خارجيه اللي يا اما كتزيد في هذا المستوى ديال الخطر ولا كتنقصو. ما بين العوامل اللي خلات ان المغاربه في الاول ديال الجائحه، في ديك من شهر 3 حتى لشهر 6 كان واحد المستوى ديال الخوف وكان الاحساس بالخطر، هو الحجر الصحي، حيث كان الحجر الصحي مفروض علينا، كانت تقييد الحريات، يعني غير ديك الوضع ديال الحجر الصحي واننا ما نخرجوش، وان كان داير الخوف عند المغاربه. واحد النقطه مهمه اللي هضرتي عليها هو المستوى ديال الوعي الاجتماعي والثقافي ديال واحد الفئه معينه، حتى هو ساهم الى حد ما ان كاين واحد التراخي، واحد الاستهتار، واللي كنشوفوا حتى لدابا ان كاين واحد الفئه اللي مازال ما متيقاش كتقول لك المرض ما كاينش. حاجه اخرى اللي غنقد انا زعما تاويل شخصي ديالي، هو ان في الاول كانت سكون ابل مدام مريم راه تعرفها لا تيراني دي زيموسيون، يعني واحد استبداد ديال الاحاسيس وديال المشاعر، باش هاد لا تيراني دي زيموسيون كتطلع علينا الاحساس بالخطر وبالخوف ديالنا من داك الوضع الجديد. شنو اللي كان كيساهم في هاد لا تيراني؟ هما وسائل الاعلام. وسائل الاعلام كانت مجموعه ديال المعلومات كتعطى، كانوا مجموعه ديال البرامج التحسيسيه التلفزيه، يعني غير كتشعل التلفازه كتلقى بان كيهضروا على كوفيد، زيد النشره الاخباريه اللي كانت كدار 6 د العشيه. انا متاكده ان واحد 80% ديال المغاربه كانوا كيتسناو ديك النشره الاخباريه فين وصلوا الارقام ديال كوفيد في المغرب، وشحال وصلوا ديال الموتى، وشحال وصلوا. من بعد تحيدات ديك النشره الاخباريه ما بقاتش الحجم ديال المعلومه اولا الحجم ديال الحدث ما بقاش كيف ما هو كيف ما كان في الاول. هذا الشيء ساهم في ان المغاربه تراجعوا شي شويه، وهبط المستوى ديال الخوف ديالهم، وبالنسبه لهم نهايه الحجر الصحي والرجوع للانشطه العاديه ورجعت الانشطه الاقتصاديه والانشطه السياحيه، راه سالا كوفيد عندنا ما بقاش، رغم ان الارقام كتزيد وكتطلع. حاجه اخرى اللي قلتيها اللي هي مهمه، ان
كاينين الناس اللي كينكروا اصلا التواجد ديال كورونا، تيقول لك كورونا ما كايناش، ما حدو ما تقاتلوش شي واحد قريب، والمعلومات اللي كتدور ان راه كورونا ما كتقتل غير الناس اللي عندهم امراض مصاحبه، امراض القلب، الربو، التونسيون، راه حنا ما غتقيسناش. شافوا بزاف ديال الحالات اصدقاء ديالهم عائلات ديالهم اللي كانوا بدون اعراض وخدوا الدواء ولا ما خداوش الدواء كاع ولاو مزيان، كيقول لكم علاش غنخافوا؟ وكاينين الناس اللي دي جون ما عندهم حتى شي مرض وماتوا. هاد المعلومات كلها فين كتمشي؟ كتمشي اللاوعي ديالنا، وكتترجم فواحد التصرفات اللي هي غير مسؤوله. وحاجه اخرى بالنسبه للناس اللي كانوا كيخافوا من التوتر والقلق من هذا المرض ومن هذا الخوف، كاينين سكون ابل استراتيجي دادابتاسيون، استراتيجيات التاقلم. الانسان بطبعه كيتكيف مع الوضع الجديد ومع التاقلم. نعطيك غير مثال، مثلا واحد المريض اللي يعطيوه من داك المرض السرطان، في الاول تيكون ديك الصدمه من داك التشخيص ديال مرض السرطان، من بعد بشويه بشويه كيبقى يتاقلم مع الوضع وكيحاول يتعايش مع الوضع. نفس الشيء بالنسبه لهنايا، كل واحد فينا وعنده استراتيجيه ديالو كيفاش كيتاقلم مع الوضع. كاين اللي كيف ما قلنا الني لا رياليتي، كينكر الواقع، كيقول لك ما كاينش هاد كوفيد وما كيقتلش هاد كوفيد، وبالتالي هادشي كيهبط عنده مستوى القلق ومستوى الخوف، وما كيبقى يدير لك ماما لا حتى شي حاجه. بالنسبه حتى انا كنظن حتى السياسه الصحيه ديال وزاره الصحه وهي مغلوبه على زعما ماشي بخاطرها، ان السياسه الصحيه الا لاحظنا الا درنا الفرق ما بين في الاول في شهر 3 شهر 4 لدابا، في الاول كان غير كيتعرف واحد الحاله ايجابيه ديال كورونا، كينتقلوا للمكان، كيمشي المقدم والقايد لتما، وكيسدوا كيطوقوا داك الكارتي، وكيجردوا العدد المخالطين، وكلهم كيعيطوا لهم يديروا التحليله. دابا ما بقاش داك الشيء، ما بقاش حنا نمشيو ونمشيو عند داك الشخص، فبالتالي الناس ولاو البناليز، كيجيهم عادي ان كيقول لك راه حنا كنتسناو غير نوبتنا، راه كلنا غادي دوزنا وراه غادي توصلنا. فبالتالي هذه هي استراتيجيه التاقلم، كل واحد وكيفاش تاقلم مع الوضع. كاين اللي نكر، كاين اللي الى باناليزي، بزاف ديال الاستراتيجيات التاقلم اللي كل واحد وكيفاش دار تكيف مع الوضع. اكيد حنا غنرجعوا لشي نقطات يعني لالا اسماء اللي هي مهمه في هذا الكلام اللي قلتي في اطار التاقلم. كيف ما قلتي بزاف ديال الصور اللي خلات الناس تبني واحد النوع من التطبيع، صافي ما بقاش مشكل، ولينا كنسمعوا 6000 حاله 5000 حاله عادي، كنا كنسمعوا 24 حاله كنسدوا علينا جورنا ونوضوا نمسحوا بجافيل ونمسحوا بالخل وما نعرف شنو نديروا. دابا ولينا كنسمعوا 4000 5000 6000، شحال مات اليوم؟ غير 70، ماشي مشكل. لا راه البارح مات 80. اذا ولات عندنا كانه يعني واحد النوع من التطبيع عادي نسمعوا، راه 100 واحد ولا 20 واحد، غير 20 واحد ثابت بكوفيد، راه مصيبه كبيره، راه ممكن نفقدوا منها 10 الناس ولا 5 الناس ولا غير واحد، راه عامل بشري اللي كنفقدوه بواحد الفيروس اللي حنا في يدينا اننا نحميو نفوسنا منه. غادي ننتقل عندك استاذ سعيد. في هذا البرنامج سبق واستقبلنا معنا بطبيعه الحال رئيس فرق المرور ديال انفا، اللي تكلمنا على التدابير وتكلمنا على مجموعه من الامور، وتكلمنا ايضا على يعني غرامات اللي تفرضات وحاله الطوارئ. اكيد انها فرضات واحد الاستراتيجيه قانونيه لتسييج هذه الحاله هذه، ولكن رغم الغرامات ورغم يعني جميع الاجراءات القانونيه، كاين الناس اللي ما كديرش البافيط، واخا ما عاد شنو تقول له، تقول له غيخلص الغرامه ما عندوش مشكل. كاين اللي ما عندوش لوتوريزاسيون كينتقل لمدينه اخرى، تيقول لك تنوصل ونخلص الغرامه وديك الساعه نشوف شنو ندير. دزت راه ما فيها باس، الا لقيت مين ندوز ولا عرفت شي طريق ولا ما قيتش البراج راه من الخير. يعني حتى القوه القانونيه ربما او الزجريه في هذه الحاله ديال الطوارئ ما كانتش راديه 100%. لالا سكينه، في البدايه كما قالوا السيدات انه كان بالفعل كان واحد النوع من الحرص على 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 سلامه المواطن، وبالتالي ان الحكومه المغربيه كباقي الحكومات تاخذوا مجموعه من الاجراءات اللي كانت فعلا في البدايه اجراءات فعاله، دليل ان الارقام اللي كانت في البدايه كانت ارقام يعني ضئيله جدا، وكما قالت الاخت انه كان واحد الاهتمام يعني متزايد من وزارة الصحة في حالة وقوع حالة معينة إلى غير ذلك. كذلك أنه في بداية
الحجر الصحي تم عرض مجموعه من الاشخاص اللي تم تقديمهم للنيابه العامه وتم المحاكمه ديالهم وافراد عقوبه حبسيه وقضاو عقوبه حبسيه. كاين كذلك افراد مجموعه من الغرامات بطبيعه الحال، تم كذلك افرادها على مجموعه من الاشخاص وتم الاداء ديال الى غير ذلك. هذا كان كله في البدايه بطبيعه الحال، لكن يعني الاشكال اللي تطرح من بعد على يعني جل الحكومات ولا كل الحكومات في العالم انه يعني بين انهم يتم الاحتفاظ على الاقل على واحد يعني نمو اقتصادي في مستوى معين، وكذلك انه في المقابل ان الحفاظ على صحه المواطن، فكان هذا اشكال مطروح، لانه الدليل ان الحكومه المغربيه من طبيعه الحال اتخذت مجموعه من الاجراءات من بعد وقامت يعني بالترخيص بفتح مجموعه من المحلات اللي كانت مغلقه، ترخيص مجموعه من الاجتماعات المهنيه اللي كانت ممنوعه في البدايه الى غير ذلك. فبالتالي هذا الاشكال هذا اللي تطرح هو اللي خلى هاد يعني التدابير كتنقص، وان كان ان القانون يعني لازال ساريا بطبيعه الحال يطبق بشكل معين، حتى ان هذوك لي براج اللي كيداروا ربما كنعيشوا هاد اللحظات يوميا ما كاينش واحد نوع من الصرامه. كاين مجموعه مثلا من السيارات اللي ماتريكولاسيون ديالهم خارج المدينه، ومع ذلك لا يتم يعني فحص واش عندهم يعني وثيقه ولا عندهم ترخيص بالتنقل الى غير ذلك. كذلك انه يعني في مثلا في القطارات او في مثلا في يعني في السيارات الاجره وهذيك ما كتلقاش ارتداء الكمامه، ومع ذلك ان بعض الشرطه كيكونوا قراب وما تيتمش افراد الغرامه بخلاف مثلا يعني في دول اخرى الى غير ذلك. فدونك تقليص هاد يعني التدابير ربما يعني جا من واحد نوع من العياء، العياء ديال الاشخاص عموما، العياء ديال الهيئات معينه، العياء ربما حتى ديال الحكومه، لانه الامور بدات كتنتشر بواحد الشكل خطير جدا، وربما انها بدات كتفلت بشكل معين، ربما انه المعول انه غيكون لقاح مستقبلا، وربما انه يقدر يتفادى مجموعه من الوفيات اللي غتكون مستقبلا غير ربما هاد كيبقى اللقاح. يعني استاذ سعيد لا سمحتي في هذه النقطه، يعني حتى وان دابا هو اللقاح غيكون في الاسابيع الجايه ما راه غيبقى داكشي بتدرج، ماشي معنى ان الرحله سالت مع كوفيد راه مازال هي في الاول غتكون الاولويه ربما لفئات عن فئات اخرى، الناس اللي اكثر عرضه، الناس اللي اكثر بحاجه لهذا اللقاح هذا. يعني راه الاشكال مازال طويل، راه ما ساليناش. لا واش هذا اللقاح غادي يكون فعال 100%؟ انا الان كنشوف الاخبار يعني المختبر ديال فايزر الامريكي تيقول بانه اللقاح اللي وصلوا ليه الان فعال بنسبه ديال 90%، ماشي 100%. وحتى التكلفه واش غادي يكون، بايدن صرح بان يعني اللقاح غادي يكون مجانا لجميع الامريكيين، واش حكومات العالم كلها غادي يكون كذلك مجانا الى غير ذلك. فكما قلتي كاين مجموعه من الاجراءات اللي خصها تكون مصاحبه، ولكن اللي اهم في هذه الامور كلها هو الانسان عموما. لان الانسان الا ما كانش منضبط، انسان الا ما كانش واعي بخطوره المرض، انسان الا ما كانش عنده واحد الاكتفاء اجتماعي معين، اكتفاء اقتصادي معين، فبالتالي ما حققناش هذه الظروف هذه فيمكنش ان نلوم الانسان عموما. فبالتالي ان خصها تكون هذه الظروف كلها يعني محيطه به او انها متوفره له، وبالتالي انه ممكن انه ينضبط. لنعطي المثال ديال الصين الان اللي كتلقى صفر وفيات، ما كاينش ربما رجعتي لابليكاسيون ديال الستاتستيك ديال كوفيد كتلقى بان صفر وفيات، اكثر من ذلك كتلقى الشفاء اكثر من الاصابات. فبالتالي هذا حيت كاين نوع من الانضباط اللي عاشوا هاد الشعوب قبل ما يكون هاد المرض هذا، ربما نوع من التسيب اللي كاين في حكومات معينه وكاين شعوب معينه هو اللي خلق هاد الشيء اللي كاين. فالدليل ان صعب جدا باش دير الغوكونفينمون في دول مثلا اوروبيه مثلا كاسبانيا ولا ايطاليا ولا فرنسا، لانه صعب جدا باش انك تحبس الناس ثاني، لانه في البدايه كان الخوف كان الهلع كان كل شيء، فبالتالي كل شيء انضبط، ولكن الان صعب جدا انك ترجع للمرحله السابقه. نعم احنا اكيد مازالين كندير تشوف الموضوع. غننتقل عندك لاله مريم، انطلاقا من الكلام اللي قال السي سعيد او ختم به، يعني صعب اننا نعاودوا نطبقوا الحجر الصحي الشامل، حتى انه الدول اللي طبقت الحجر الصحي كان صعيب عليها باش تضبط الناس، وحتى وان
ضبطت نوعا ما، يعني الحجر الصحي ما جاش بالشكل اللي كان فيه في الاول، بقات شي شويه كما كنقولوا ديال الليونه في التعامل، خاصه وانه في اوروبا هذه المرحله هذه الا بغينا نقولوا على المستوى الاقتصادي راه كاين بعض القطاعات اللي هذه هي الفتره فين كتجر لهم العام كامل، يعني كاينه بعض المبيعات كتطلع في هذه الفتره الى غير ذلك، كاينه صعوبه كبيره، وربما راه تبعنا حتى في التصريح ديال الرئيس الفرنسي، يعني ملي بغى يقول للشعب بانهم غنرجعوا للحجر الصحي قال بانه يعني اليوم الامل ديالنا هو اننا نزلوا 5000 حاله في النهار، وخلي نعاونوا بعضياتنا باش نقدروا اننا نحتفلوا بالاحتفالات ديال النوال وديال نهايات السنه بظروف احسن وكذا وكذا، فنحاولوا اننا نستغلوا هذه المرحله هذه. ف الخطاب النفسي كيلعب دور كبير في هاد المرحله اللي حنا فيها، والضغط النفسي اللي عشناه من شهر 3 حتى اليوم خلانا لنا كلنا اليوم عندنا واحد الرغبه كبيره في اننا نخرجوا نبقاو في الزنقه مثلا، كاين اللي كيقول دابا انا غير يتسالي هاد الكونفينمون وغنمشي نسافر لهنا وغنمشي ندير هادي وغنمشي نخرج كذا وغنمشي كذا، هو راه عنده ازمه ماليه خانقه وتيقول لك عرفتي واخا ما عرفت شنو يوقع غادي نتحرك وندير وكذا، فكيفاش نقدروا شويه نضبطوا هاد لا طونسيون سيكولوجيك اللي حنا كنعيشوها؟ تيسي كل هنا تيقول لك يفو توت سورت دو موند بور فير ان موند، الناس مختلفه السيكولوجيه ديال الانسان كل واحد وكيفاش كيتقبل سواء التغير ولا التغيير ولا كيتقبل واحد المشكل في حياته. كاين دي فوا مشكل واحد انا كنتقبله في واحد الشكل وانت كتقبلي فواحد الشكل، سا ديبون على التربيه ديالك، سا ديبون على كيفاش تبرمجتي دوفون هذاك امام هذاك المشكل. بغيت غير نقول واحد نركز على واحد الكلمه سوا قالتها الاخت ولا الاخ، بان كنا كنشوفوا المغرب غادي في واحد كنا مفتخرين في الاول بالاستراتيجيه اللي دارها المغرب في الاول، كانت استراتيجيه ناجحه وكانت استراتيجيه ايجابيه، لان داكشي علاش كانوا النتائج كانت ايجابيه في الاول، كانوا حملات تحسيسيه في الدروبه، كانوا في الشوارع، كانوا تي امامضوني كانت ديك القايده حريه، يا ريت تكون بقات القايده حريه في اي درب في كل بلاصه تكون وحده، لان ملي كتكون لانفورماسيون كتعطى بحال اون جينيرال بحال كنحس براسي انا جو سوي با كونسيرني، انا ماشي المشكل ماشي عندي انا، ولكن ملي كانوا ديك الدورات وكان الدعم مادي حتى هو، لان ما نكروش بان بلادنا ما فيهاش لاسيغونس شوماج، ما كاينش كان التاجر ديال العائله، ولكن هذاك غير مؤقت ماشي على مدى، راه من مارس والناس كتاكل العصا سورتو الميادين الغير المهيكله في المغرب، الناس زعما تيقول لك اللهم نخرج العمل ديالهم، وكاينه قطاعات اللي توقفت على النشاط ديالها الى يومنا هذا، وكاين يعني راه ازمه ماشي سهله، زعما ماشي سهله هنا، ولو كاين داك الدعم وباقي عاطينهم الدعم، ولكن الناس في الجانب النفسي بدات كتدهور الحالات ديال الناس، لان سورتو ولاو خايفين، لان حنا على باب فصل الشتاء، وفصل الشتاء هنا في كندا تيكون طويل، تيكون ابوبري 6 موا، دونك ليفير سي غري لا نيج، لا سيركيلاسيون كتكون صعيبه، الناس ما تيخرجوش بزاف لان ما كيمشيوش عند عائلاتهم بزاف، وإيماجين هادشي تزاد عليه هاد الجائحة اللي ما خصكش تشوف الناس، ما خصكش تخرج عند لا الصحاب ولا الأصدقاء ولا العائلات، دونك الجانب النفسي بدينا كنشوفوا العواقب ديالو. كنعطيو زعما كنعطيو نصائح، كنعطيو بزاف ديال الحوايج باش الناس تفوق على هاد على هاد الأزمة، بأن سي تمبورا، أي مشكل ماشي إترنال، ماشي ما تيكونش دائما، وحنا أوني دي زيتر دو شانجمون، حنا زعما كنتأقلمو راه من الأول، وحنا كنتأقلمو، كاين شي حوايج اللي صعيبة فيها التأقلم، وكاين شي حوايج اللي
الى حد ما احترمنا وضع الكمامه ولا داك لو جيل باش التعقيم حتى هو، ولكن خاص هذا الشيء ماشي غير يكون فردي، ما تكونش المسؤوليه غير فرديه، خاص تكون حتى المسؤوليه جماعيه، كل قطاع يتحمل المسؤوليه وكل قطاع يهتم كيفاش غادي نقول لك ان اكزومبل، نعطي غير مثال بسيط، كل حي ولا تكون فيه نخبة ديال الناس اللي تقدر تعاون اللي ما قادرش يطلع من هذه الأزمة، لكن خطاب ديال الأمل ديال الاسبوار بغاش نراسوري والناس نطمئنوا الناس والتآزر بيناتنا، لأن إلا تقطع الدعم من الدولة كيف غنديروا هذوك الناس؟ كيفاش غادي نطلعوا لهم لو مورال؟ لان تيقول لك اودي انا خاصني نجيب الماكله لولادي، خاصني نجيب ولو نموت انا، المهم نجيب القوت اليومي لولادي. دونك ماشي سهل، ماشي بالسهل، ولكن خاصنا فوق اون غارد هذاك الاسبوار، اون با لو شوا، اون با لو شوا دو غاردي. وربما يعني للمرين في هذه النقطه اللي قلتي ديال الناس اليوم اللي صعيب انهم يلقوا قوتهم اليومي، واللي اكيد انه مساله اللي ماشي سهله، الله يحسن العوان، توحد فينا ما غيقدر يصبر على الجوع، وكلنا تضرينا، اللي عنده اللي ما عندوش تضر في هذه الازمه هذه. ولكن عاوتاني نشوفوا واحد الزاويه اخرى، هو انه الانسان اللي ما ملتزمش راه نوع من الانانيه تجاه هاد الناس، حيث كاين قطاعات اللي متوقفه، ناس ديال الموقف، الناس ربما ديال الحمامات، الكساله اللي في الحمامات، الناس يعني اللي كيشتغلوا في قطاعات كيف ما قلتي غير مهيكله، الناس اللي كيشتغلوا قطاعات سياحيه، الناس اللي كيشتغلوا في ربما لاخدينا مثلا مدينه مراكش اللي كيشتغلوا يعني في 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 في, في, في التنشيط السياحي الى غير ذلك، راه الوقت واقفه، الناس تأزمات، يعني ما حدك انت واخده باستهتار وما باغيش تلتزم من جهتك، دير التدابير ديالك من جهتك، ما حد هاد الناس هادو كتزيد الازمه ديالهم كتكبر. وربما انا خطاب نيتو لمده تزيد عن شهرين دابا كنقول عباد الله، اليوم راه ماشي الازمه ديالنا فقط ازمه صحيه، راه ازمه صحيه واقتصاديه، ما نكونوش انانيين، راه اليوم انت لا ما درتيش البافيط ولا ما حميتيش راسك ولا ما خشيتيش على راسك، راه كتادي واحد اخر في رزقه اللي ما لاقيش ما ياكل اليوم. اذا هذه المسائل كلها كيخصنا نستحضروها بواحد النوع ديال الانسانيه، للاسف لبعض الناس ما كيشوفش حتى كتقول انا عندي ما ناكل في داري ما عنديش مشكل، الا جا من هنا لتما تيجي هذا الفيروس ويحن الله. وانا من هذا المنطلق غنتقل عندك يعني لالا اسماء، الناس اللي تبناو هذا النوع من النقاش وتيجي الفيروس ويحن الله اش يوقع كاع؟ احيانا صافي عرفنا بلي الفيروس كيتطور بطريقه معينه، كاين ناس اللي كيتصابوا بطريقه وناس كيتصابوا بطريقه اخرى، كاين ناس اللي تقدر تجي يعني كما كنقولوا الدقه صعيبه وكتوصل لصعوبه في التنفس، كاين ناس اللي يمكن يتعالج غير في الدار على حسب الحاله وعلى حسب الصحه ديال الانسان وعلى حسب مجموعه من الامور. ولكن وانا كناخذ المساله بدل الاستهتار، ايوا كنا غندوزوا الكورونا وراه غير كنتسناو نوبتنا وماشي مشكل، اش غيوقع كاع؟ ناخذوا الدواء نجلسوا في الدار، فيتامين سي والزنك وغادي نوقف على رجليا، ما كاينش مشكل. ولا كنعطيو لي زوردونونس حنايا، غير سير شي فارماسيان وخذ الفيتامين سي والزنك، راك ما غيكون يقولوا انت قبل كاع ما يجي كوفيد راه ما ماشي مشكل، وخرج تقلب على راسك والبافيت راه كتخنق، واه كتلقى بنادم كيجرى بحال هكذا، يعني ما كاين حتى شي مراعاه الخطوره ديال ديك الطريقه باش كيتعامل مع البافيت ديالو. كنقدروا بانه كاين مشكل، عينا بسيشيكمون، عينا من البافيت، عينا من الخنقه ديالها، عندها تاثير، واحد كيجي في العشيه صافي كيحرقوا راسو الا كان دايرها النهار كامل، واحد النسبه ديال الاكسجين طبعا بحال كتقلال، واحد النسبه ديال ثاني اكسيد الكربون كتدخل، هادشي كلشي حنا عارفينه، ولكن هي الوسيله اللي كاينه. فهاد هاد هاد انا بغيت نقول هاد الفكر الفكر الانتحاري النفسي ماشي سوقي، المرض كاع اش غيطرى؟ كيفاش نقدروا نطوعوه شي شويه عند الناس، خاصه انه ممكن يتصابك، ممكن تصاب امك، ممكن تصاب ولدك، مراتك، ويوصل المشكل ديال صعوبه في التنفس، ومع ارتفاع الحالات ما تلقاش حتى فين دير ليه الاكسجين. راه وصلنا ليها دابا، دابا وصلنا الناس في المستشفيات ما بقاوش الاسره ديال الانعاش، ولاو الناس تلقاهم في مستشفى بن سينا انا في الرباط في المستعجلات كيديروا الاكسجين بيدما ويتسنى نوبته حتى تخوالي بلاصه في الانعاش، مات هو هذاك، بقى شاد راه هو هذاك. دونك كيفاش غنديروا نطوروا كيف ما قلتي هذا الفكر الانتحاري عند الشعب؟ غير واحد النقطه اللي بغيت لي مهمه بغيت نشير ليها، ماشي سهل علينا اننا نطوروا
الفكر ديال المجتمع المغربي، ديال واحد الفئه، كنت نقول واحد الفئه واللي هي الغالبيه في المجتمع المغربي، لانه هو واحد الكوميل، واحد التراكمات ديال واحد العقليه ديال سنين عندنا. الا شفنا غير شحال هذه، ما عمر المغربي كتلقاه كيحترم ديك لاكو ولا داك الصف ديال كيتسنى في شي بلاصه، كيجي في المخبازه ولا داك كيجي خصو يدوز هو الاول. يعني هذا واحد لونكراج ديال واحد الافكار اللي هي ما عرفناش واش راجعه للتربيه، واش راجعه للمستوى الاجتماعي، المستوى السوسيو اقتصادي. يعني هي واحد التراكمات ديال السنين، كيف ما قال الاستاذ، ديال سنين وسنين، ما ربما رجع السياسه ديال الحكومات شي ديسفونكسيونمون في التعليم والتربيه اللي ما يمكنش في واحد الظرف ديال واحد شهور ولا واحد العام غادي نبدلوها. يعني صعيب بزاف باش غادي نبدلوها. وزيد على هذا، كيف ما قالت الاستاذه مريم، ان حتى العامل الاقتصادي كيلعب دور مهم. دابا الا بغينا نفرضوا الحجر الصحي، نديروا الحجر الصحي الشامل، انا كنشوف بان ما كايناش امكانيه اننا نديروا الحجر الصحي الشامل. علاش؟ في غياب الدعم. اذا ما كانش الدعم، واحد عنده كيدير واحد الكروسه مثلا ديال البيض، هي باش كيخرج الى باع، راه غيوكل ولادو وما باعش، راه ما يمكنش تفرض عليه، غيقول لك انا لا ما خرجتش ولا ما عطاونيش الدعم، ما يمكنش نجلس لهم انا في الدار. يعني صعيب بزاف ان المغاربه يلتزموا واحد المره اخرى بالحجر الصحي، ولا حتى فاش كان الحجر الصحي راه كنا كنشوف واحد الفئه ما ملتزماش. انا كنشوف بان الوسيله الوحيده هي ان يرجعوا سيفغي ان لا لي بروفيسيونيل دو سونتي، الناس اللي خدامين، اطباء وممرضين، الحكومه، لا البوليس، الامن، كلشي عيا. ولكن حبذا لو يرجعوا دوك الحملات التحسيسيه اللي كانت من قبل، وديك التشجيعات. انا كنعقل في شهر 3 شهر 4 5 كانوا كيشجعوا، كيمشيو لكل حي كتنقص فيه الحالات ولا كل مدينه، انا كنعقل كانوا كيدوزوا من حدانا كيقول لك التشجيعات، كنشجعوا مدينه الرباط وتبارك الله عليكم، نقصوا الحالات عندنا وانتم كنفتخروا بكم. هذا الشيء كله كيلعب على نفسيه الانسان وكيخليه يزيد كيتحفز وكيزيد يعطي. هاد الحملات التحسيسيه كيف ما قلت لك قبيله في ديك لا تيغاني دي زيموسيون، ان الاعلام عنده واحد الدور اللي هو مهم، وكنلاحظوا ان حتى هو نقص وقت الحملات التحسيسيه حتى في التلفازه، ما بقاش دوك الحملات التحسيسيه كيف ما كانوا. غادي نعطي واحد المثال غتكون كتعرفوا لالا مريم، هو ديال لا تيوري دو ريفلكس ديال بافلوف. بافلوف واحد الميدسان، واحد فيزيولوجيست، كاين لا تيوري دو ريفلكس، بان كيقول بان الانسان طبعه تيعطي واحد ردود الفعل سويت لواحد بحال ناقص واحد الجرس كيدق باش هو تيعطي ديك رده الفعل. اذا حنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نلعبو على هذاك لو سينيال دالارم، خصنا نرجعوا داك لو سينيال دالارم بلا ميتاتيزاسيون. حتى الاطر الطبيه والاطر الصحيه دابا الناس ولاو هما كيمشيو كيكون هو مخالط، هو كيمشي عندهم يطلب ديروا لي التحليله، وكيقولوا له ما يمكنناش نديروا لك التحليله، سير جلس 14 يوم تيبانوا فيك الاعراض، اولا سير سد عليك وصافي. ما العقليه المغاربه ما غيمشيش يسد عليه، خصو يخرج، خصو يخدم. كاينين الناس اللي مخالطين كيمشي في الطوبيس ولا في الطاكسي باش يمشي يدير التحليله، وشوف شحال عدد من واحد. راه على هذا الشيء علاش نسب الاصابه عندنا غاده وكتزاد، لان كيف ما قال الاستاذ واحد العياء من جميع الاطراف، من الحكومه، من الامن، من الاطر الصحيه، كل شيء عيا. باقي الامل كيف ما كنقولوا. لا سمحتي لي، يعني استاذه اسماء، انا فقط بغيت نحلل معك واحد الصوره على المستوى النفسي. انا مقدره بانه ربما الناس اللي عندهم صعوبات، الله يحسن العوان، مني ومنكم الاخر، الانسان الى داره محتاجه غادي يخرج يصور رزقه باش ما عطى الله من حقه. ولكن ربما انا شفت صوره من الصور للاسف اللي كانت دازت غير في الذكرى الاخرى ديال المولد النبوي الشريف، الناس خارجه في منطقه معينه في مدينه الدار البيضاء كتقدى. علاش انا خارجه نتقدى ونهز معايا ولدي ونديه بلا بافيت؟ انا خارج كنتقدى كيفاش كتعطيني خاطري وكاين الفيروس، غنمشي ناكل واحد لاناناس ولا ناكل واحد الحاجه في الشارع ما معقمه ما مغسوله، وحيده البافيت وما عنديش مشكل. الناس دايره البافيت في اللحيه هنايا اكسسوار، يعني اشنو غير نحيدها علاش دايره؟ لدرجه انه ملي كطرح السؤال او دايره دير البافيت ديالك، وراه حنا دايرينها على البوليس باش ما نخلصوش 300 درهم. يعني المنطق عندنا حنايا، حنا الصمته كنديروها، الناس ما عندهمش ثقافه ديال الصمته في السياق، راه تنديرها باش نحمي راسي الا جا لو شوك
ربما الا كنت غادي لكن كما كنقولوا غنخرج من الجاج غادي نبقى في الكوثان. الناس كتشوف لا راه خاصني ندير الصمطه سينو غيحبسني البوليسي غنخلص 300 درهم. هذا المنطق اللي عندنا بهذه الطريقه هذه اللي انعكس على صور اجتماعيه كثيره اللي شفناه واللي بزاف ديال الناس كيتشكاو منه في المحيط ديالهم، شنو يمكن القراءه النفسيه اللي يمكن نقولوا؟ هذه ما خرجاش انها تاخذ القوت ديالها اليومي ولا تجري على رزقها، ولا خرجه باش نكسي الدراري. الا ما كسيناش الدراري واحد العام نهايه العالم. هادو كيف ما قلت لك كيف ما قلت في الاول تراكمات ديال عقليه ديال واحد الشعب المغربي اللي راجع لواحد السنين ما يمكنش غادي نجي غادي نحيدوها. كيف ما قلتي انت عطيتي واحد المثال اللي هو مهم ديال الصنطه ديال في الطوموبيل. الصنطه علاش كنديروها؟ اغلبيه كيديروها على ود البوليسي باش ما يشدنيش البوليسي ونخلص الغرامه. حتى الكمامه بزاف ديال الناس اللي كنعرف واللي تلاقيتهم كيديروا الكمامه على ود البوليس، ما كاينش البوليس كيهبطها. اولا راجع لانه ما طايقش اصلا كاين المرض، كيقول لك ما كاينش المرض، غير كيكذبوا علينا وغير كيزيدوا في الارقام غير باش ياخذوا الدعم. وبزاف ديال راه كنشوفوا حتى في على صفحات فيسبوكيه شنو 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 كيتقال بزاف، وكتلقى للاسف كتلقى الناس واعيين وقاريين وما متيقينش ان كاين المرض. انا شخصيا تلاقيت ناس صحابي اساتذه تيقول لي واش مني دايره الكمامه كاين المرض، واش متيقه زعما انت يا دو دومين؟ هذا الشيء راه ما كاينش، هذه لعبه وهذه مسرحيه، وامتى غتسالي هذه المسرحيه؟ يعني هنا كاينين واحد الافكار اللي هي راسخه في 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 الذهن ديال واحد المجموعه ديال المغاربه، وعاد زيد تراكمات الثقافه ديال المغاربه. واحد النقطه اللي بغيت نشير ليها هو ان احنا في الثقافه ديالنا كمغرب مغاربه ان عندنا الروابط العائليه وعندنا ذاك الاحتفال بواحد المناسبات هو من المقدسات. يعني ما يمكن ليناش بين عشية وضحى غنجيو غنحيدوها. كيف ما قلت لك في فترة الحجر الصحي كانت ديك لا بريفاسيون دو لا ليبرتي، يعني الناس مقيده الحريه ديالهم، ما يمشيو عند حد ما يجيو عند حد، وكاين اللي هو بالوعي ديالو حتى الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي حتى هو كيلعب دور. كاين اللي هو باقي سد عليه الانتي بوك ما يجي عندي حد ما نمشي عند حد. حنا لا عندنا داك حنا واحد لو بوبل كي شالوغو، عندنا لي غولاسيون سوسيال العلاقات الاجتماعيه عندنا وطيده، نمشيو عند بعضياتنا نجيو عند بعضياتنا نجمعوا مره في السيمانه نجمعوا على كسكسو في العيد خصنا نتجمعوا. اذا صعيب على المغاربه بديك 3 شهور باش تحيد لهم داك الشيء الف وجرف على الحجر الصحي. بالنسبه للمغاربه في العقل ديالو في اللاوعي سالا كوفيد، وبالنسبه لهم داو ديك اوف ارتاحينا غادي نمشيو عند بعضياتنا واخيرا صافي رجعت الحياه رجعوا للطبيعه. نساو بان رحنا باقيين في الازمه وباقيين باقين ومازال مطول معانا، ولحد اليوم كما قلت لك تنوصلوا 5000 4000 حاله. وعادي كنخرج انا كنشوف الناس كنبقى نشوف الناس بواحد الطريقه كيفاش كيتعاملوا. غير البارح شفت واحد المنظر مجموعين عند واحد المحل عرفتي كلشي كلشي مهبط الكمامات، كيفاش غادي دير تقنع هاد الشعب؟ الوحيده قلت لك هي الحملات التحسيسيه والاعلام، لان الاعلام عنده واحد الدور مهم على الناس، وما غادي ما غادي ما غيقتنعوا حتى كيتقاش شي واحد في لاكوش ديالو في المقربين عاد كيتق يقول لك ودابا كانت كنقول ما كايناش كورونا ودابا راه كاينه جربتها مات ليا فلان اولا انا مرضت بها. ما حد دابا قد كيد عليهم، ما حدنا راه حنا كنحسوا براسنا بامان وما خايفينش. نعم استاذ سعيد، المتعارف عليه هو انه ملي كيتقاس الانسان في جيبه هذه قوه ردعيه اكثر من القانون. ملي كتقول شي واحد كيف ما قلنا غادي ندير صمطه غادي نحترم القانون، انا قبط له طروت خاصني نسوق 120 دونك ما كاينش الرادار ما فيها باس الا وصلت ل 140 و 160 قربت الرادار وبان لي البوليسي نقص عاوتاني ونرجع ل 120. الثقافه اللي ترسخات عند بزاف ديال الناس. واش هذا الجانب هذا يمكن يلعب دور في الحد من هذه المصيبه اللي حنا فيها، ولا انه يعني الجانب القانوني رغم المجهودات كلها اللي ممكن تكون تبقى الجانب الاجتماعي والجانب التوعوي له نصيب الاسد من 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 التوعيه في هذه المصيبه اللي حنا فيها؟ هو للسكينه اذا لم يتم تفعيل القانون بطبيعه الحال راه كيبقى يعني كما يقال حبر على ورق، باعتبار انه لو انها انا كتجربه شخصيه مثلا يعني ملي كنمشي من شوارع معينه ملي كنمشي مثلا ملي مشيت بالقطار مشيت القطار من الدار البيضاء للرباط الى غير ذلك، فما كنلقاش مثلا يعني مجموعه من الشرطه او غير ذلك اللي تحرصوا على اساس بان كل المسافرين ولا كل الركاب اللي غيطلعوا مثلا انهم يديروا لابافيت ديالهم
والدليل انه يعني ملي كتنزل من مثلا من الطخان ولا كتنزل من يعني من في الركوب ولا في النزول كتلقى الناس محيدين البابات في الشوارع اللي معروفه مثلا في الدار البيضاء كتمشي على رجليك كتلقى يعني تقريبا واحد 70% ديال الناس محيدين البابات ولكن ما كاينش الشرطه كيمروا باش يامروا الناس يقول ليه دير على الاقل نوع من التنبيه يكون في البدايه واحد النوع من التحسيس تنبيه للناس الله يخليك لما دير البافي ديالك وين كان بعض الحملات في البدايه كانت في مقاهي معينه كانت في ازقه معينه الى غير ذلك ولكن الان راه ما بقاش داكشي اللي كان داكشي علاش ولا هاد الاعداد كانت بشكل كثير لو ان بقى نفس الاستراتيجيه اللي وعلى الاقل تكون ماشي بالحده اللي كانت ولكن تكون بواحد الشكل مرنه ولكن تكون مكتفه لان قبل كانوا الاعداد اللي كيخرجوا قلال دابا الان كل شيء خارج يعني حتى واحد ما جالس في الدار التلاميذ الان كيمشيو للمدارس العمال كيمشيو يعني العمل ديالهم الموظفون غير ذلك فبالتالي المغرب كله خارج فبالتالي ان خص يتم تكثيف هذوك الحملات بنوع من اولا تحسيس ومن بعد يتم تطبيق القانون لما يعني 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 يحصل على الاقل وان كان القانون كيتكلم على العقوبه الحبسيه على الاقل تكون الغرامه فقط لان حتى القانون كيعطي الخيار ما بين تطبيق العقوبه الحبسيه من شهر الى 3 اشهر او من 3 او الغرامه من 300 درهم حتى 1300 درهم على الاقل كاين داك الحد ديال 300 درهم اللي متعارف عليه الان على الاقل يطبق على مجموعه من الناس فبالتالي ملي غيولي واحد نوع من الاشهار لان الا كان واحد فرد في العائله مثلا تم التطبيق عليه هذيك الغرامه غادي يخبر العائله ديالو العائله ديالو ثاني من غادي يخرجوا انه غادي يستعملوا البابيت وهكذا ممكن ان بشيء من هذه الاشكال هذه ممكن اننا نساعده في حد من انتشار الوباء. نعم استاذ سعيد بالنسبه لك يعني المرحله الجايه قد تكون فيها واحد نفحه امل ولكن في نفس الوقت مازال المسار ما معروش فين غادي يدينا. كلام كثير نقاشات كثيره مطروحه ما بين كما قلتي فعاليه اللقاح او كيفاش غيكون يعني من بعد التلقيح شنو النتيجه اللي غتكون واش فعلا الناس غادي يعني واش التاثير ديال اللقاح غيكون فعلي على الناس فعلا وما غيبقاش الفيروس غيجي بهذه الطريقه هذه دراسات كثيره كتقول بانه كوفيد راه مازال معنا ومازال مطوله وغتولي نوع من انواع نزلات البرد اللي كتجي وكتداوى الى غير ذلك في حاله اذا ما تلقى الحل اذا هو واحد الفيروس اللي عايش معنا وغيعيش معنا ومازال مطول معنا فبالنسبه لك انا كنتكلم دائما من زاويه حاله الطوارئ لانه حنا اليوم مازلنا كنستمروا شهر على شهر كنتزادوا حالات الطوارئ كل شهر كتزاد يعني ولينا كنتسناو هذيك راه وراه حتى 10 نوفمبر وراه حتى 10 ديسمبر وراه الى غير ذلك فكيفاش نشوفوا الصوره مستقبلا من هذه الزاويه هذه نقاشات على اللقاح والفعاليه ديالو شنو غيوقع شنو ممكن يوقع وايضا حاله الطوارئ اللي كتستمر ودردشه قانونيه ومساطير معينه واجراءات معينه يعني بالنسبه لك الصوره فين غادا اعتقد انه كما قلت لا سكينه مجموعه من الدراسات تؤكد على انه الفيروس لن يختفي ابدا يعني ربما جل الدراسات كتقول بان الفيروس غيبقى من بين يعني الفيروسات اللي كتنتشر بطبيعه الحال اما بصفه موسميه او دائمه او غير ذلك الجانب الثاني هو انه الى درنا مقارنه بسيطه جدا بين بدايه الفيروس في شهر 11 في يوهان في الصين الى الان مثلا في المغرب كنلقاو بانه ينتشر ويتكاثر ماشي كينحصر وان كان بعض الحكومات كما قلت في بدايه ان استطاعت باش تحصر هذا الفيروس في حدود معينه ولكن القضاء عليه يعني اصبح شبه مستحيل ولكن ربما مستقبلا يتم اللقاح ربما يتم القضاء عليه ولكن ربما في الايام القليله جدا لانه الاعداد كثيره جدا واش اللقاح غادي يتم يعني قبوله من طرف المواطنين الان كاين تخوف بان ذاك اللقاح ربما فيه اشياء معينه الى غير ذلك ربما كاين مجموعه من الفيديوهات اللي شافوها الناس كتقول بانه كاين فيه اشياء معينه غير ذلك فكاين واحد نوع من التخوف باش 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 يقتنع الناس يدير هذاك 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 اللقاح وبالتالي انه غيبقى ديما العدوى منتشره الا ما تمش اقناع الناس بجدوى هذاك اللقاح وما كانش هذاك اللقاح مكلف وما كانش وهذاك اللقاح سيكون مفعال وسيكون في متناول الجميع يعني لجميع الطبقات يعني
المجتمع ماشي فلان ولا علان، ولكن كل شيء. وإن كان أن كاين أولويات ربما ستخص الحكومة القطاع الصحة، الناس ديال الشرطة إلى غير ذلك، فكاين فئات من طبيعة الحال خصهم يستافدوا من الأولين، وعاش من بعد يجي فئات الشعب أخرى أي من طبيعة الحال. ولكن في آخر المطاف واش غن يعني نتم توزيع اللقاح على جميع المواطنين، ويتم بالفعل يعني الحد من انتشار الوباء؟ نتمنى الله تعالى أنه يرفع علينا ويحد منه إن شاء الله تعالى بإذن الله. اللهم يا رب. بالنسبة لي أستاذ سعيد، نرجع للقراءة القانونية، يعني نظرتك القانونية للقادم الأيام. القانون هو ساري، يعني إذا شفتي المرسوم اللي كان خرج أعتقد في 23 مارس في البداية، أنه يحتمل مجموعة من التأويلات، وتعطات مجموعة من صلاحيات الحكومة باش أنها في حالة وقوع ظروف معينة، لأن لها الحق ترجع يعني الحظر يعني الحظر الطوارئ او الحظر الصحي الشامل، اذا كانت مثلا يعني تفاقم الوضع واصبح يعني كما يعبر عنه طيح اكثر من الواقف، ولا كانت عدد كثير جدا اصبحت مصابه من طبيعه الحال سنكون مضطرين للرجوع لحال الطوارئ يعني والحظر الصحي الشامل في البدايه، الى تم يعني تقليص ديالو او على الاقل في حدود معقوله مقارنة مع الدول الأخرى، لأن الحمد لله وإن كان المغرب ماشي بين الدول اللي مستفحل فيها هذا الوباء هذا بشكل كبير، لأن كاين دول اللي وصل لواحد المستوى خطير جدا، وإن كان بعض الدول لا تعطي الأرقام الصحيحة، المغرب منذ البداية تعهدوا يعني الملك شخصيا بإعطاء يعني الأرقام الصحيحة ديال الإصابات، فهذا كان من بين الميزات، ولكن إلى وصل لواحد المستوى اللي أصبح لا يطاق من طبيعة الحال أن الحكومة ستكون مضطرة لاتخاذ تدابير أخرى أكثر صرامة من طبيعة الحال. بصراحة النقاش معكم ما سخيناش منه، ولكن وقت البرنامج كيمر بسرعة. غادي نرجع ليك أستاذة مريم ختاما، ما بين الوضع اللي احنا فيه وما بين أمل في مستقبل قريب أنه يتلقى الحل، شنو هي الرسالة المباشرة اللي تبغي توجهها؟ الرسالة اللي كنبغي نوجه هي كل واحد فينا يكون مسؤول على نفسه، تكون واحد المسؤولية فردية، ندير اللي عليا والكمال على الله، ندير جو في تو مون بوسيبل باش نقدر نحمي راسي وما نكونش في واحد الايغويزم، نكون ايغويست خاصني غير انا ومن بعد الطوفان، سا مارش با، لان من الفرد تتكون المسؤوليه، تكون الفرد المسؤوليه فرديه، كنولي كنعطي واحد صوره ايجابيه للمحيط ديالي، سواء عائلتي لولادي عائلتي الحومه ديالي، اي بي وتشجيع، خاصنا نشجعوا بعضياتنا، خصنا كيف حملات تحسيسية خصها ترجع كيف كانت في الأول، لأن هذا الشيء باقي ما تسالاش، وحنا ما عندناش لو كونترول على هذا الشيء فين غادي، دونك عندي الكونترول على كيفاش أنا نشوف هذا المشكل، وكيفاش أنا نساهم في تقليص هذيك في هذيك العدوى، وفي تقليص هذاك الانحباط النفسي اللي تيكون سواء عندي ولا عند الناس في العائلتي. ما فيها باس الا ما تسلمناش، وما فيها باس الا ما تعانقناش، وما فيها باس يا راه نقول ماشي مشكل الا ما سلمتش عليك ولا ما شدتش لك في يدك، راه الاحترام وتنبغيك باغي، راه ماشي قلت الاحترام ولا قلت التقدير، وخاصنا نكونوا مسؤول كيف قلت سواء في البافيت ولا في اللوجال، أشياء ضرورية اللي خصنا ماشي نقول كاينين شي حوايج اللي ما خصهاش تفكير، ما خصنيش نقول واش غادي توقعني، واش غادي تحميني، واش غادي خصني نديرها، خصني نديرها، ما فيهاش نقاش. الله يعطيك الصحة. لالا أسماء، ختاما رسالتك المباشرة شنو يمكن لك تقول؟ رسالتي اللي بغيت نوجه للشعب المغربي ولكل فرد من افراد الشعب المغربي، انهم خصو يعرفوا ان هذه الجائحه ديال كورونا
انها دارت واحد الترابيط نفسيه اللي كنعيشوا مع المغاربه، كنشوفوا بزاف ديال المرضى كيجيو اللي تولدات عندهم ترابيط نفسيه، اكتئاب، لي توك، لي تروبل اوبسيسيونيل كومبولسيف، الوسواس، كاينين اللي انتحروا كاع بهذا بالخوف انه يجيه الوباء. يعني نفكروا في خوتنا الاخرين، نفكر في ان راه قد يكون خويا ولا اختي ولا القريب ليا يقدر يتصاب بهذا المرض، ويتصاب او يتصاب باضطراب نفسي نتيجه الخوف من الاصابه. حاجه اخرى ان خصنا نعرفوا ما حدنا ما كنحتارموش الاجراءات، وما حدنا ما كنديروش الاجراءات الوقائيه، راه يبقى هذا الشيء مطول معانا، وغنقدوا نرجعوا كيف ما قال الاستاذ الحجر الشامل اللي العواقب ديالو وخيمه على المغاربه كاملين، لا اقتصاديا لا اجتماعيا لا نفسيا. نقطة أخيرة اللي غنركز عليها هي الوعي الفردي. الوعي الفردي كيولد لينا الوعي الاجتماعي. كل واحد فينا، انت وانت وانا، كل واحد فينا ياخذ كيف ما قالت الاستاذه يتحمل المسؤوليه، انني خصني ندير الكمامه، خصني نبعد منك، ما خصنيش نسلم عليك، ولا اخر غادي يقولها ولا اخر غادي يقولها، غادي نوصلوا لواحد الدرجه كبيره ديال الوعي الاجتماعي، وغنتفاداو اننا نفقدوا ناس قرابين لينا، لان بزاف الناس قرابين لينا كاين اللي ماتوا، كاين اللي راهم في الانعاش، وغنتفاداو ان ناس يتصابوا بزاف الناس من بدايه الوباء تصابوا باضطرابات في القلق وفي التوتر اللي بصح كتبكي عليهم، كيبقاو فيك بزاف، وتطور عندهم المرض ولا عندهم اكتئاب، وبزاف منهم ماشي قلال، ناس كبار في السن، ناس صغار في السن. فلهذا باش نتفاداو هذا الشيء كامل، لان المرض ما عندوش غير واحد التاثير جسدي، عنده واحد التاثير جسدي وتاثير نفسي على اللي كيتصاب به وعلى لونطوراج المحيط ديالو. فبالتالي باش نتفاداو كاملين خصنا نرجعوا كيف ما كنا. كنعقل اننا في شهر 3 كان الشعب المغربي تعطى به المثل، كان واحد الشعب اللي متآزر، واحد لا سوليداريتي، شي كيعاون شي، باش كانوا الناس توقفوا على العمل، الناس كيديو القفاف، كيجمعوا العائلات، نرجعوا بديك لا سوليداريتي، ونرجعوا نعطيو المثال باش نخرجوا من هاد المحنه على خير وبخير، ونحاولوا باش الارقام شي شويه يبقاو ثابته ويهبطوا، لاننا هذا الشيء اللي غادي بينا ما غاديينش به الخير. وكما قلتي الاخت سكينه، حتى الى جا اللقاح راه غادي يمشي على واحد المراحل اللي هي طويله، وهذا الشيء مازال مطول معانا. يعني خصنا نوصلوا لواحد الدرجه ديال الوعي كيف ما قلت لك فردي، كل فرد فينا وكل شخص يوعى بالوضع وبالخطوره ديال الوضع عليه، على عائلته، على مو، على باه، على ولاده، باش نقدروا نوصلوا لذاك الوعي الاجتماعي. مادام كل واحد فينا يكون كيستهتر وكيتراخى، راه ما عمرنا غادي نقدو نزيدو القدام، وما عمرنا غنقدو نحدو من هاد الوباء. والله يهز علينا هاد الوباء، والله يعافي اللهم امين. استاذ سعيد، ختاما رسالتك المباشره من خلال الدردشه هذه. انا يعني اضم صوتي الى الاختين. اولا فرصه طيبه انني اول مره كنتعرف عليهم، ما شاء الله عليكم، الله يحفظكم. كنتمنى ان الرسائل اللي تقدموا بها الاخوات انها رسائل يعني مباشره، وبالتالي ان يعني اهم شيء في هذه المنظومه كلها هو الوعي. فاذا كان يعني الشعب المغربي واعي بالوضع الحالي، فبالتالي انه غادي يقوم بالمساهمه في الانتشار او الحد من الانتشار ديال الفيروس. الا ما كانش بطبيعه الحال يعني واعي بالخطوره ديال المرض، وواعي بالاثار الوخيمه سواء عليه او الاسره ديالو او على يعني الوطن ككل، فبالتالي انه يعني لن يلقي لاي رساله مهما كانت قويه، ولن يكون اي قانون كيفما كان يعني قوه هذا القانون او ردع هذا القانون انه يمكن أن يساهم في الحد إذا ما كانش الوعي الأساسي اللي خص كل مواطن يتحلى به. شكرا جزيلا لكم، كان لقاء ممتع جدا، كنشكركم بزاف على هذه المشاركه الطيبه. بطبيعه الحال كنشكرك لاله مريم منديلي، كوتش معتمده في التطوير الذاتي والبرمجه العصبيه بكندا، شكرا جزيلا لك، وان شاء الله نتلاقاو قريبا باذن الله. الله يخليك، شكرا لك، شرف لي معكم، بارك الله فيك، ودائما سعيده بالتواصل معك لاله مريم. كنشكر ايضا لاله اسماء بن قدور، كوتش معتمده في التطوير الذاتي، شكرا جزيلا على المشاركه الطيبه، وان شاء الله نتلاقاو فرصه قريبه، وشكرا لك تشريف كلينا. شكرا لك الاخت سكينه، وتشرفت بزاف بالمشاركه في اول مره في البرنامج معك، وشكرا بزاف على الدعوه.
ربي لا لا اختك بارك الله فيك. شكرا لك استاذ سعيد النووي محامي بهيئه الدار البيضاء مقبول لدى محكمه النقد على المشاركه الطيبه. شقيت لهذا الحوار معك استاذ سعيد وشكرا جزيلا لك. رجعتي للايام زمان. ان شاء الله الخير في القادم ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا مشاهدينا الكرام، اكيد انا والدردشه اليوم كلنا كتحملنا بنفس واحد، هو انه ننتصروا على هذه الفيروس اللعين ونحميوا بعضياتنا. كورونا كاينه في العالم، كورونا كاينه في المغرب، صابوا حبابنا، صابوا اصدقائنا، صابوا ناس اللي قراب منا، حتى انه في مرحله من المراحل شكينا في امكانيه الاصابه بنفوسنا، يعني ربما شكينا في هذه المساله هذه. عشنا نفسيا الاعراض احيانا، وعشنا الارهاق ديال انتظار النتائج سواء مع نفوسنا او مع ناس اللي قراب منا او مع اصدقاء ديالنا. للاسف كاينين الناس اللي فقدناهم بسبب هذا الفيروس ولي ما غاديش نعاودو نتلاقاهم، وكاينين الناس اللي عشنا معاهم مأساة صعوبة في التنفس وإيجاد مكان باش يمكن يستافدو من التنفس الاصطناعي باش يتجاوزوا هاد المأساة هادي، وكاينين الناس اللي عشنا معاهم صعوبة حتى في الحديث وربما كيصعب لنا حتى نتواصلوا عبر الهاتف غير باش نسولوا على الحال والأحوال وكيفاش غادي مع الدواء وكيفاش تطور ديال الفيروس، وكاينين الناس اللي كان صعيب علينا أننا نتقبلوا باللي هاد حبابنا وصحابنا والمقربين لنا صابوا. تصوروا معايا هاد الصوره كامله، تكون انت السبب فيها، شنو هو الاحساس اللي غتعيشه؟ تصور انت تكون مصاب وتجاوز الفيروس بدون ادنى صعوبه، ولكن الناس اللي دايرين بيك، حبابك قرب ليك او لبعاد عليك، تشوفهم وما كيتعذبوا قدامك وما قادرش دير شي حاجه، ولكن حاجه وحده اللي في يديك هو انك انت اللي كنتي سبب. اذا كيظهر لي بانه ولا تصورنا جميع هذا المشهد، فاحنا الا كانوا الناس غيبعدوا بمترو غنبعدوا بجوج مترو، الا كانوا الناس غيديروا بافيطا وحده غنديروا جوج، الا كانوا الناس غينظفوا يديهم كل 30 دقيقه غنظفوا يدينا كل 15 دقيقه وكل دقيقه وثانيه. الفيروس مازال مطول، بصمه الامل كنشوفوها، يمكن اللقاح قريب، يمكن الحل قريب، ولكن الحل راجع على مراحل والرحله مازال طويله وكوفيد مازال عايش معنا. نتمنى انه احنا جميع نرفعوا شعار واحد، هو اننا نردوا البال، نحميو نفوسنا، نحميو راسنا واللي عزيز علينا، ونتحلوا على هذه الانانيه اللي كنشوفوها للاسف في الشارع المغربي واللي كنتكلموا عليه واللي شفناه في مجتمعات اخرى، ولكن كنتكلموا بشكل كبير على الصوره اللي كنعيشوها كل نهار واللي كنصادفوها في كل نهار من حياتنا. كنشكر كريم نايتسي اللي رافقنا اليوم في الاشراف التقني، شكرا لكم اوفيائنا الكرام، نعود ونلتقي الاسبوع المقبل. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.